السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخواني اشرح لكم حل مشكلة عدم ظهور خانة انشاء حساب جديد في الابل ستور. البعض لما ينزل حساب جديد عفوا برنامج جديد او يبغى يسجل يفتح حساب في الابل ستور ما تطلع له خانة انشاء حساب جديد، يظهر له الدخول في حساب يعني قديم. نشوف مع بعض الحين، مثلا بنزل البرنامج هذا يطلع لي هنا استخدام ابل اي دي موجود. طيب انا ابغى اسوي حساب جديد، لما اسجل خروج من ابل ستور نفس الطريقه. الحين انا مسجل خروج من ابل ستور، نفس الكلام لما اسجل خروج من الاعدادات. بعد الان لما اروح للاعدادات وهنا بالابل ستور من هنا لما اضغط برضو يقول لي تسجيل دخول، يعني انا مسجل خروج من الابل ستور. طيب ليش ما تطلع لي الخانه هذه؟ الحل بسيط جدا، انك انت مسجل دخول في الاي كلاود. الاي كلاود تسجيل، طريقه تسجيل الخروج منه سهله جدا. تروح على الحسابات وكلمات السر، تطلع لك هذه الخيارات، تضغط على اي كلاود من هنا. لما نضغط عليها من هنا راح يطلع لك حسابك، تنزل للاخير في هنا موجود تسجيل الخروج. طبعا لازم تعرف الباسورد حق الاي كلاود عشان تسجل خروج، اذا ما تعرف الباسورد ما راح يسجل خروج. نشوف مع بعض طريقه تسجيل الخروج. نسجل خروج، نضغط على تسجيل خروج، يقول لك اذا قمت بتسجيل الخروج من حسابك سيتم ازالة جميع الصور الموجودة في مكتبة صور اي كلاود ومستندات وبيانات. انا ما بطول عليكم بالشرح، نضغط على تسجيل خروج من هنا وراح تطلع لك خيار، راح يطلع لك خيار ثاني يقول لك حذف من الايفون. انا طبعا ماني رافع شيء على الاي كلاود عشان كذا بيطلع لي هذا الخيار فقط. اذا انتم رافعين صور واسماء وغيرها راح يطلع لك خيارين، البقاء على الايفون باللون الازرق وحذف من الايفون. اذا انت تبقى الصور والاسماء تبقي على جهازك لا تضغط حذف من الايفون، اضغط البقاء على الايفون، يعني تسجل خروج من الاي كلاود وتبقى الصور والمعلومات كلها على الجهاز. لما تضغط البقاء على الايفون راح يطلع لك هذا الصفحة. طبعا انا ماني رافع شيء على الاي كلاود عشان كذا حذف من الايفون، راح اضغط على حذف من الايفون، راح يقول لك جاري تسجيل الخروج. زي ما قلت لكم راح يطلع لك خيارين، الخيار الاول البقاء على الايفون وحذف من الايفون. الحذف من الايفون معنى كذا انك تحذف كل الصور المرفوعه على الاي كلاود والاسماء وغيرها. اما البقاء على الايفون يسجل خروج صح، ولكن تبقى الصور والاسماء كلها على نفس الجهاز. بس شويه النت عندي بطيء شوي، او طريقه تسجيل الخروج بطيئه شوي، ننتظر على ما يخلص، على ما يسجل خروج. زي ما انتم شايفين الحين خلاص سجل خروج من اي كلاود. لما نروح للابل ستور نشوف مع بعض، ننزل برنامج زي ما قلنا هذا البرنامج، راح يطلع لي خيارين مو خيار واحد. زي ما تشوفون استخدام ابل اي دي موجود، كان قديم يطلع لي، الحين طلع لي انشاء حساب ابل اي دي جديد. هذا كل اللي عندي اليوم، اتمنى شرح واضح وبسيط وسهل. اي استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمه. اتمنى منكم دعمي بالقناه والضغط على الاشتراك. اشكركم على المتابعه وفمان الله.